أجول بلاداً وألتقي عباداً ضاقت بهم الأرض، لتسمح لي الفرص أن أحدث تغييراً في حياتهم، أسعدهم وأسعد معهم. قد لا أستطيع الوصول لكل محتاج، إلا أنني قد ألهم الآخرين ليبدأوا ولو بشيء بسيط، ويكون بذلك قلبي اطمأن. ولك القرار أن تكون مشاهداً أو مغيراً. فما زالت الدنيا بخير والناس للناس. القلق طبيعة فطرية في البشر، يحتار الإنسان كيف يسير أموره، لكن هناك صفوة عرفت طريق اليقين فأفلحوا واطمأنوا، كلهم ثقة أن الله يدبر أمرهم، يغمرهم حسن الظن بالله فلا يخيبون. منهم علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حاج؟ عامل ايه؟ مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سامحني انا وقفتكم. انا عاوز اروح لصيدليه، اقرب صيدليه هنا فين؟ صيدليه مين هنا عم بصير؟ محمد محمد. اخر الشارع شمال. فين اخر الشارع شمال؟ اخر الشارع شمال. طيب ان شاء الله. هي بعيده ولا حتاخذ كثير؟ ولا لا جت اكثر مره هذيك الشمال دي. طيب السيد ابوس على الحق هنا كده. دي واحده بس مش كده؟ اول شمال عند اخر عماره. اخر عماره في جامع. بعد الجامع في عماره في حته كده شمال، هتلاقيها على ايدك الشمال. كويسه دي الصيدليه فيها كل حاجه؟ كل حاجه ان شاء الله. انا عندي روشتة الو دي مش موجوده في كل الصيدليات، يعني الدواء اللي فيها. شوف ما لقيتش في واحده بعد منها قويه جدا برضو اسمها بدوي. بدوي ها؟ الاولاني محمد سيد والثاني اسمها بدوي. ما شاء الله، انت عارف الصيدليات كلها هنا. احنا ساكنين هنا. انت صح من المنطقه؟ انا من المنطقه. ما شاء الله. ان شاء الله باذنك انت يا رب هتلاقي اللي مش هتلاقيه في الاولانيه دي هتلاقيه في الثانيه. طيب في صيدليات كبار هنا معروفه ولا لا؟ في نورماندي بس دي بعيده عليك بقى. بعيده ها؟ بعيده عليك شويه. في واحده ثانيه بعد اسمها سيف. لا سيف دي مش هنا بقى، سيف عند النادي الاهلي. وفي سيت ستارز ومكرم عبيد. ازاي تركب لها؟ انت ازاي عارفهم كده؟ كنت شغال انا في سيف ده. ما شاء الله. شغال في سيف. كنت انت معاهم في الصيدليه. وبعدين حصل لي بقى ظروف كده على الشمال دي. طارت من السكر، السكر عالي مره واحده، طار لي الشمال واليمين ده عمال احقن فيها بقالي سنتين وبعمل فيها عمليات يعني. طيب يعني في واحده تشوف فيها فقط؟ هي دي. دي اللي تشوف فيها؟ عمال اعمل بقى عمليات وقاعد في البيت بقالي سنتين الحمد لله يعني. الحمد لله. هم وقفوك من الشغل ولا ما زلت في الشغل؟ لا انا واقف بقالي سنتين. هم قالوا لك خلاص؟ انا كنت شغال مندوب توصيل بالفيزما. كنت شغلتي مندوب توصيل بوصل اللي جات لي المنازل يعني. طيب طبعا لما حصل لي كده الحمد لله قعدت في البيت بقى. طيب وهم قالوا لك اقعد ولا انت اللي قعدت؟ لا ما انا قعدت عشان العمليات. عمليات باستمرار ورا بعض في العين. لغايه ما ربنا بقى بيوقف لي ولاد الحلال هنا وهنا وهنا. طب دلوقتي ازاي عايش؟ ربنا ده سبحان الله، ربنا كريم. ربنا ما ينساش حد، زي ما بيديك المرض بيديك اللي يساعدك يعني. صحيح صحيح. اما تقول الحمد لله. صح. وترضى بنصيبك الحمد صحيح. لله. بس انت راضي؟ الحمد لله سبحان الله، وهذا اهم نعمه. الحمد لله ترضى هو هيبعت لك بقى. صح، وهذه اهم نعمه. سخلك ناس ما تعرفهمش، سخلك اي بني ادم جاي يخبط عليك ولا خد. صح صح. وانت انت امورك ماشيه الحمد لله؟ الحمد لله اكيد. الحمد لله كل حاجه الحمد لله. طيب والعمليه قالوا لك عنها ايه؟ لسه بقى، لسه يعني لسه عمليه ميه بيضاء وزرع عدسه عشان انا كتر الحقن. ظهر ميه بيضاء على عينيا جامد قوي. وتكلفتها من 15 ل 20 الف. ازاي حتى
انا لسه بقول لك شوف معانا العقل في التفكير والرب في التدبير. سبحان الله جميل. بس جميل اهم حاجه مش لسه بقول لك الرضا، انا راضي باي حاجه ولو راحوا شويه النور دول كمان. الله يبارك لك. حابوس ايدي كده. الله يبارك لك. الله يبارك الحمد لك. الحمد لله كتر خير. هذا فضل من رب العالمين. الحمد لله. هذه القناعه اهم شيء. الحمد لله. لا 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 الحمد لله. الحمد انت مؤمن ان رزقك ممكن يجيك لعندك يا باشا؟ هيجي لي مش المؤمن ده، هو هيجي لي هو كده وبيجي لي. انا بقالي سنتين قاعد في البيت الفلوس بتجي لي كده، هو رزقك حيث لا احتسب، وبقابل الناس بيدوني فلوس لوحدهم كده. ايه يا عم ده؟ يقول لي حاجه من عند ربنا. طيب انت قلت ان رزقي هيجي لي صح؟ لا والله يا استاذ مش عشان حاجه، والله بقول لك على حاجه والله. انت لا والله يا فندم انا مش قصدي، وانا مش بقول لك على حاجه والله. انت قلت ايه؟ الحمد لله قلت رزقي هيجي. ايوه الحمد لله والسلام. امسك دول. مش قصدي على حاجه والله. طب امسك دول. طب والله ما قصدي على حاجه والله. والله يا عم دي فلوس العمليه كامله. ربنا يبارك فيك. والله انا مش والله دي فلوس العمليه. انت قلت كلمه وهذا رب العالمين سخرها لك، فهذه فلوس العمليه كامله. ربنا يبارك فيك. دي المبلغ كامل اللي انت كنت عاوزه. ربنا يبارك فيك. مش عارف اقول لك لانك واقف من الشغل، هذا مبلغ ثاني كده كثير. والله يا استاذ ربنا يبارك فيك. هذا رزقك وانت سبحان الله يعني هذا الرضا الحمد لله رب العالمين يعني يرزق عباده راضيين. والحمد لله. فانت الان تقدر تسوي العمليه. ربنا يجزيك خير. والله تقدر تمشي امورك في الفتره دي. الله يبارك فيك. يجعله مجال حتى نأتك يا رب. الله يبارك فيك. معك يا شاء الله. الله يبارك فيك. سامحنا. لا لا. طب اسمك ايه عشان ادعي لك؟ اسمي فيس. فيس؟ فيس. فيس. ادعي لك ان شاء الله. الله يبارك فيك. احنا عاوزين ان انت تكون مبسوط. انا مبسوط ان انا شفتك والله من غير اي حاجه. هذا الفضل من رب العالمين. ونعم بالله. والله الحمد لله. الحمد لله. ان لسه الدنيا بخير والله. الدنيا بخير. لا الحمد لله والله. والناس للناس. ربنا يعزك. الحمد لله. شكرا لك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ربنا يعزك. لا أحد يبحث عن رزق غير مقدر له ويجده، فالرزق يأتي بهيئات عدة، منهم من يرزق بالصحة، ومنهم من يرزق بالمال، وآخرون يرزقون بالسعادة وبأشياء كثيرة جدا، وهناك من قدر له حصة من كل هذا، فكان دعاؤه أن الحمد لله رب العالمين. حين أعطي دون أن أدري لمن، فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن. ذقت السعادة حينها، روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن، قلبي اطمأن. عش في الحياة مسافرا، دم للسعادة ناشرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا، كن خيرا. عش في القلوب مبادرا، كن ملهما ومؤثرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا، كن خيرا. حين أعطي